السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا هاجر إمام ودي قناة تخطيط بولي جورنال لكل شهر ومراجعة كتب وروايات. أهلا بيك لو أنت جديد في القناة، ولو مش مشترك انزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات. النهاردة فيديو تخطيط شهر يونيو، تخطيط سهل وبسيط وأتمنى أنه يعجبكم، ويلا بينا نبدأ. ودي أول صفحة حاطة فيها انستجرام ويوتيوب وبوكس، وحاطة في الصفحة التانية جدول امتحاناتي لأن ده شهر الفاينل والتقويم. والصفحة التانية دي فيها المونثلي لوج، بعمل زي رجعة بسيطة كده لليوم في مربعات دي كلها على مدار الشهر. وبعد كده عندي الويكلي لوج أو الديلي لوج، بعمل لكل يوم تودو ليست خاص بي برضو على مدار الشهر كله، 30 يوم مخططاهم بشكل اكبر شوية عشان اكتب التاسكس اللي عليا بصورة اوضح. طبعا ممكن اعمل التاسك على شكل مربعات او مثلثات او ايا كان، بس دي انا بحب اضيفها اليوم بيومه. زي ما انتوا شايفين تخطيط الشهر بسيط، مفهوش غير بس قلم ازرق وهايلايت وقلم رصاص. والصفحة دي بتاعت الهابت تراكر، طبعا تقدروا تغيروا في اي حاجة انتوا عاوزينها. دي اخر صفحة، صفحة I'm grateful for، انا ممتنة، وسبتها مفتوحة كده لصفحتين تلاتة عشان ابقى براحتي، لاني بحس ان انا ساعات بخليها في صفحتين بتبقى صغيرة قوي. وبس كده، ده كان تخطيط شهر يونيو، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.